اهلا اهلا، يسعد لي مساكم ومساكم حب وايجابيه. اليوم راح اتطرق لكلمه لا. كم ام كم اب بس عليهم انهم يحكوا لا لطفلهم. ماما ممكن اروح اكل؟ لا. ماما ممكن العب؟ لا. ماما ممكن اطلع على الساحه؟ لا لا لا، حتى من غير تفكير بس خلص اول كلمه لا. فانا بدي تربية إيجابية لطفلي، قد ما فيكي قللي ترديد كلمة لا على مسامع طفلك، لأن من كتر كلمة لا رح تفقد معناها وتفقد ثقة الطفل بنفسه. فكتير كتير من الأهل بس مجرد إنهم بس بدهم يحكوا لا، طب من غير تفكير. نصيحتي إنه قبل ما تجاوبي طفلك فكري هيك لمدة أقل من دقيقة، بس فكري طب أنا ليش بدي أحكي له؟ طب يمكن يكون الأمر عادي. بعد ما تفكري يا بتعطي الإجابة يا لا يا آه. في شغلات كتير بسيطة بده إياها الطفل، مثلا بس بده يلعب لمدة نص ساعة، نحكي لا لا، خلي الطفل يستمتع بوقته لأنه هو طلب منك واستأذن منك. وفي حال بعد ما فكرتي وكان الموضوع لا، اشرحي لطفلك شو سبب الرفض، لانه يمكن يكون لمصلحته. انه سبب الرفض مثلا انه ما ياكل هاي الشغله لمصلحته، او ما يلعب لانه عنده ضغط دراسه. فبس مش مجرد انه انا لا يعني لا لا، ناقشي مع طفلك. كلمه لا بتساعد الطفل على تاخر استقلاليته، تاخر ثقته بنفسه. فالطفل لما يسمع كلمه لا، يعني شو قصده؟ انه هو مواجهه. أنا راح أواجه ماما أو بابا، خلص راح أواجههم يا بالغضب يا بالصراخ يا البكاء أربعة لمدة طويلة. فهون لما نسمع كلمة لا الطفل، يعني أنا في حرب جايتني، هيك بفهمها الطفل، مش إحنا نفهمها، الطفل بفهمها إنه أنا راح يكون في حرب بيني وبين أهلي. فأنا لحتى أتجنب كلمة لا، لا أول إشي بدك تشرح للطفل، تعطيه المعلومات شو سبب الرفض. ثاني إشي لازم تتفهمي مشاعر وعواطف طفلك. مثلا لما طفلك يطلب إنه أنا بدي ألعب بالساحة، حاولي إنك تستبدلي كلمة لا بكلمة نعم. نعم أنا راح مثلا أوافق لك إنك تلعب بالساحة، لكن بعد انتهاء من دروسك أو بعد انتهاء من وجبتك الطعام. النصائح انه اعطيه خيارات، اذا انت رفضتي خياره اللي هو طلبه مثلا، اعطيه خيارات حلول افضل، او اذا ما لقيتوا خيار حاولي انت وابنك تجلسي مع بعض وتشوفي شو الحلول المناسبه لهاي الشغله اللي انت رفضتيها. فالهدف من التربيه الايجابيه ان يكون طفلك صديق لك وليس عدوا. انت بدك تبني طفل، تبني له مستقبل مشرق.